في إطار تطبيق وزارة الداخلية لمنظومة السياسة العقابية الحديثة، نظم قطاع الحماية المجتمعية احتفالات لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد، وأقيم قداس عيد القيامة لهم بدور العبادة المقامة داخل تلك المراكز. تطور نوعي تشهده منظومة السياسة العقابية في مصر مع إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، وفي مقدمتها الرعاية الاجتماعية والحرص على إحياء المناسبات والشعائر الدينية المختلفة. من هذا المنطلق أقام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالات عيد القيامة المجيد بالتزامن مع إحيائها في ربوع مصر. ويعني وجودنا جوه كنيسة دي حاجة جديدة خالص، بنشكر الداخلية عليها وبنشكر سيادة الرئيس طبعا على المجهودات العظيمة اللي عمل في البلد. طبعا احنا جايين النهارده عشان نهني النازلات بعيد القيامة المجيد ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين. مبسوطة جدا طبعا، يوم عيدنا يوم عيد قيامتنا، احتفلنا بعيد قيامتنا الحمد لله، نشكر ربنا على كل حال. انطلقت ترانيم عيد القيامة المجيد تنساب بين جنبات مراكز الإصلاح والتأهيل في حضور رجال الدين المسيحي وسط النزلاء والنزيلات وفي دور العبادة المخصصة لذلك والتي أقيمت داخل تلك المراكز لإقامة الشعائر وإحياء المناسبات الدينية إعلاء لمبادئ حقوق الإنسان. احنا في نقلة كبيرة، أقول احنا أكثر ناس نحس بيها في المكان، في مكان الصلاة، في الإعداد. وجود الكنيسة في مركز تأهيل ده أحلى تأهيل. فرحة ما توصفش، لأن ما كانش الحاجات دي متوفرة قبل كده، وربنا يخلي سيادة الرئيس وفر لنا الحاجات دي. فرحة كبيرة بين النزلاء احتفالا بهذه المناسبة، حيث أشادوا بحرص وزارة الداخلية على إقامة القداس بالتزامن مع إقامته في الخارج، وهو ما يضفي بهجة وفرحة عليهم، كما أشادوا بمنظومة الإصلاح والرعاية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة والتي توفر لهم حياة كريمة. الكنيسة هنا ما تختلفش خالص كليا وجزئيا عن الكنيسة اللي في الشارع، في أي حاجة في طقوسها وفي النظام بتاعها وفي مبانيها، تقصية كما كان اللي هي في الشارع بالظبط. أكيد شيء بيسعدنا كلنا، يعني بيسعد كل الناس اللي موجودة، إن احنا تقيم لنا صلوات في أعيادنا وفي نفس التوقيتات، مش قبلها ولا بعدها. إحساس طبعا ما توصفش، إن أنا وسط إخواتي إن احنا بنحتفل في الكنيسة هنا في مراكز الإصلاح والتأهيل. الحاجات دي ما كانتش تبقى متوفرة من قبل، لو جينا هنا لقينا الحاجات دي على أعلى طراز على أعلى مستوى. إحياء المناسبات الدينية هي جزء من منظومة متكاملة من الإصلاح داخل مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، تعتمد على تقويم السلوكيات وتصحيح المفاهيم وإكساب المهارات المتنوعة للنزلاء وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم، ما يؤهلهم لبداية حياة جديدة عقب الإفراج عنهم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.